فجر تحكيمي ومهزلة تحكيمية جديدة باستاد الأهلي والسلام تنتهي بتعادل الأهلي وفاركو بدون أهداف. هنبدأ باللي حصل في آخر المباراة مع الكابتن نصر عباس. نورنا كابتن. تحياتي لك كابتن أيمن وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. تحياتي من كبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، كابتن علي عبد الرحمن، كابتن بلال. هارد لك النادي الأهلي النهارده كابتن أيمن. اولا انا حزين جدا 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 على اللي بيحصل من التحكيم ضد النادي الاهلي. هو فيها يا كابتن؟ يعني انا حزين جدا جدا جدا، وبعدين الناس بتزعل جدا مننا والحكام بتزعل لما بنتكلم على ماشي التحكيم الاجنبي. ماشي. هو ده مخطط ولا ده ايه بالظبط؟ يعني حضرتك قبل كده قلت لي ايه؟ قله خبرات. انا قلت لحضرتك لا مش قله خبرات. بالظبط. كل ماتش لا اللي جوايا هما بياكدوه. بص يا كابتن عشان برضك كلامنا يبقى يعني مش مرسل، هنتكلم على الحالات التحكيميه، ولكن اللي انا شايفه النهارده كابتن علاء النهارده اللي حصل النهارده من التحكيم لم يسبق ان النادي الاهلي النهارده شاف الظلم التحكيمي دوت خلال السنين اللي فاتت دي كلها. فاق الوصف. اول مره النهارده نشوف بجد ظلم تحكيمي بين وواضح كابتن ايمن من خلال الحالات المعانا. لما نيجي نتكلم على الحكم الاجنبي انا يعني هاخد مقارنه بس كابتن ايمن في الحكم الاجنبي في الهدف الثاني اللي جه في ماتش الزمالك وبيراميدز. في حاجتين اثنين، دقه الحكم المساعد، تمركزه، ثم استئناف اللعب. خلي بالك الهدف ده كان صعب جدا جدا، الحكم مساعد كان رقم اثنين، عمل مباراه وعمل هدف يمكن لعبه بالظبط زي لعبه ده كابتن ايمن. المشكله هي نفس الادوات اللي هم بيشتغلوا بيها الاجانب، هي نفس الادوات اللي احنا بنشتغل بيها في الفار هنا في مصر. انا هجيب اللعبه بس كابتن ايمن نجيبها ونشوف هل احنا مقتنعين بالخطوط اللي اتعملت. هذه الخطوط يا كابتن شريف احنا اللي شفناها ديت، انا اول مره اشوفها، يعني انا اول مره اشوف خطوط تتعمل بهذا الشكل. نشوف الخطوط اللي موجوده يا كابتن. هنا بيرسي تاو بيستلم، هاني عبد الفتاح في تمركز رائع جدا 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 الحكم المساعد يا كابتن. بالظبط. تعالى بقى شوف شوف هاني عبد، يعني انا يا بلال يا جماعه خليكم بس معايا. تعالى نشوف الحكم المساعد هاني عبد الفتاح ده حكم دولي. شوف تمركزه في اللعب الاول يا كابتن، كابتن ايمن شوف تمركز هاني هنا مع اخر تاني مدافع. مع اخر تاني مدافع. طب انا اقول لك بلاش الخطوط، بلاش الخطوط اللي اتعملت من الشكل هنا يا كابتن. كابتن في خط يتعمل من نص اللعيب. انت انا النهارده بس كابتن ايمن بس واحده بحته عشان نوصل للناس يعني ايه الخط، ويعني ايه الخط ده معمول ده مش مقنع لاي حد تماما يا كابتن بلال. احنا بناخد من اخر نقطه، المفترض ان انا باخد من عند الكتف، يعني الخط دوت المفروض بيجي طبعًا. وبيجي من الكتف من هنا عندنا اللاعب اللي هو لاعب فاركو، الخط المفروض يجي من الكتف، وبالتالي انا شايف ان الخط من وجهه نظري الخط مش معمول بشكل صحيح، وان هنا لحظه استلام بيرسي كان في موقف سليم، لحظه استلام الكره كان في موقف سليم، واللي بياكد على الكلام ده الحكم المساعد. ولكن حتى انا ما عنديش قناعات يا فار بالخط اللي انت عامله. لا اديني الخط يا كابتن تاني بعد اذنك. ممكن ترجع لي الخط تاني؟ معلش يا كابتن انا عايز اقول لحضرتك حاجه. هو الحكم اللي بره ده اللي على الفار بالظبط ما يعرفش واجباته ايه؟ هو المفروض يا كابتن هو حكم الفار، انت عارف احنا خدنا قد ايه وقت؟ احنا اللعبه دي في دقيقه 70 استأنفنا في دقيقه 74، اربع دقائق واحنا مش عارفين نظبط خط عشان نبين الهدف مساحه الهدف من عدم كابتن بلال، في الوقت اللي الحجام الاجانب بنفس المعدات اللي موجوده هناك في الملعب هي نفس المعدات ونفس الكاميرات استلفوا اللعبه بعد نص دقيقه بالظبط مسافه ما اللعيبه رجعت هو راح مصمت، وفي الاخر يقطع من نص جسم اللعيب. في الاخر خلاص انا ما عنديش قناعات بالخط ده يا كابتن، انا شايف ان هنا ده انا من وجهه نظري اهو على مسؤوليتي هدف سليم يا كابتن بلال. هنا النادي الاهلي بيحرم من هدف سليم في وقت صعب، اعتقد النهارده التحكيم كان له دور في يعني عدم فوز النادي الاهلي. انا بتكلم بامانه مش مجامله، مش اعتقاد وتأكيد. خليني بس اتكلم، انا لسه في حالتين تانية يا كابتن ايمن، ولكن هي اساس يعني اساس الحالات التحكيميه النهارده هو الهدف ده. ليه يا كابتن؟ هنا الهدف انا شايف ان هدف سليم، هاني عبد الفتاح في تمركز رائع، الخطوط انا مش مقتنع بيها تماما، يعني اول مره اشوف خطوط للتسلل في هدف بالشكل ده. احنا قلنا دايما الخطوط بتيجي من على الكتف من على اخر نقطه يا كابتن، سواء من الراس او من الكتف، الخط جاي من نص اللعيبه، يعني من نص اللعيبه، وده ما يقنعش اي حد موجود. لا وفي حاجه يا كابتن معلش انا عايز برضو اكدها هنا معلش، هو اللي على الفار متعمد يعمل كده
وهقول لحضرتك ليه بس. ماشي؟ لأن عارف إن دي حالة تسلل. مظبوط؟ الحكم الرئيسي اللي في الملعب مش هيرجع له. لا طبعا دي الحكم الرئيسي مش هيرجع له. تمام. فهو متعمد يديله الخط ده، مش هيديله، هو بقى متعمد يجيب الخط ده ومتعمد ان هو يلغيها، لان دي حاله تسلل الحكم مش هيرجع ليها. بص، الطبيعي ان في تسلل الفار هو اللي بياخد القرار. بالظبط. دي حقيقه مكانيه يا كابتن ايمن، دي مش حقيقه تقديريه، دي حقيقه. طيب. مكانيه. بالظبط. الفار بس هو اللي بياخد فيها القرار. احمد غدير مش هيروح للفار زي بالزبط. ما حضرتك قلت كده، ودي شغله الفار. بس انا بس بتكلم في نقطه واحده بس، هذه الخطوط، انا بتكلم هذه الخطوط غير مقنعه بالمره لاي حد يا كابتن بلال، عشان تحكم ان هنا ما فيش هدف او هدف. الخط اللي انت عامله دوت خط، انا من وجهه نظري مش مظبوط، خط مش مظبوط. نصين قطع نص الجسم يعني يا كابتن، نصين يعني نص جسم اللعيب ونص المدافع ونص جسم. ما شفتش انا في اي مباراه يا كابتن شريف، اي مباراه صعب بتكون في حاله صعبه هدف من عدمه الخط ما بيبقاش كده خالص. بص يا كابتن لحظه، اتفضل شوف الخط من هنا من بدايته. ايوه داخل ال 18، تعالى من هنا من اخر من اوله، من هنا من هنا. شوف امشي معاه كده داخل جوه، في فرق قد ايه هنا. انت عاوز تقول ان الخط ما بين الخط لخط المرمى مش مظبوط. مش مظبوط. مايل ازاي؟ خلينا بس اخد بس كابتن، انا اللي انا بشتغل عليه كابتن حاجه واحده بس، ان انا النهارده جايب الخط مين؟ جايب الخط من النص، من هنا من نص اللاعب هنا. بالظبط. الخط بيجي من اخر نقطه في نص في نورس في عند نص في نص جسم اللاعب، هو دوت اللي مش مديني قناعات. المفروض الخط بيجي من طبعا عند الكتف، يعني بالزبط. هو هنا الميلان بالكتف. بالظبط. لو انت رسمت الخط بالكتف وهناك الخط، احنا نقتنع بالكلام انت عامله، ولكن هذا الكلام يا كابتن انا اعتقد مش اعتقد ان اولا بالزبط. هدف سليم هو صحيح. اللي على الفار مين؟ حتى لو مفيش خطوط هرجع تاني كده بس، يعني رجع لي بقى باللعبه العاديه، يعني يا ريت نرجع بس باللعبه العاديه. انت قصدك عليك كمان بالنظر يعني؟ ده اللي اعتمد عليه المساعد، لحظه اللمس دي واحده ماشي، بس ارجع تاني سنه، ارجع تاني سنه صغيره، ساحه اللمسه بس نمشي. أيوه. لحظه بس كابتن، هذه اللعبه انا فتح جري على النص بكل المقاييس، بكل المقاييس الاثنين مثلا على خط واحد، على خط واحد هدف. مظبوط. يعني بص، بكل المقاييس بالشكل ده مع تمركز الحكم المساعد اللي هناك مش هروح الخطوط، هنا هدف. شوف مين مايل هنا يا كابتن بالكتف الشمال، كابتن بلال المدافع اهو، مدافع كابتن اصلا، المدافع بالكتف الشمال. لو قلنا يا سيدي انك انت مش مايل او مش مايل بجزء، هقول ان الاثنين على خط واحد ويستمر اللعب، وهنا هدف سليم. يا كابتن يعني حتى لو بالخطوط يا كابتن، ما انا بتكلم حتى لو كابتن. انت جيب لي خط غلط، انت قاطع لي من نص، اتفقنا عليه يا كابتن ايمن، نص الجسم، اتفقنا ان الخط مش مظبوط ومش مقنع لاي حد، واي حد هيطلع يحلل الخط ده وهيقول مش هدف يبقى هو بيتكلم كلام مش مقنع، لان انت النهارده مش مديني قناعات انا كمحلل او كمشاهد بتفرج ان الخط سليم. حتى لو من عندك انت سليم، انا مش مقتنع. انا اللي شايفه الخط معمول غلط، الخط مش معمول من اخر نقطه اللي هي من كتف اللاعب كابتن ايمن. هنا الخلاصه ان في حاجه انا مش فاهمها. لا احنا فاهمينها والله، ما اقدرش اقول ان انا متعمد، ولكن انا بقول لا تعمد النهارده هدف، يعني هدف يلغى للنادي الاهلي. ايه ده؟ بيحرم النادي الاهلي من المنافسه، بيحرم النادي الاهلي من ان هو ينافس في البطوله، وده يمكن المباراه النهارده احنا بنتكلم في 12 نقطه ضايعه يا كابتن ايمن من النادي الاهلي. عايزين يدوا كابتن، عايزين يدوا البطوله لفريق بعينه، يدوا له بقى خلاص وخلصونا. انا بتكلم على الحالات التحكيميه اللي اثرت في نتائج النادي الاهلي. احنا اخر مره عاملين حصر 12 نقطه رايحه من النادي الاهلي يا كابتن شريف بسبب التحكيم. النهارده النقطه بقوا 3 بقوا 15 نقطه، 15 نقطه النهارده لما يدعوا من فريق بينافس اعتقد الامور هتبقى صعبه. دي الحاله اللي هي بالنسبه للهدف. تعالى بقى اروح لي شوف لي الحاله بتاعت محمد هاني، حاله بقى تاني بتاعت محمد عبد المنعم. تعالى يا كابتن نرجع لمحمد عبد المنعم. ايه ده؟ فيها تعمد. واحده واحده بس. انا هنا الغندور هنا ايه؟ خلى اللعبه تواصل على اساس ان هو بيدي اتاحه فرصه. ما شافهاش كويس. ما فيش مشكله. والتفاصيل ستوب يا كابتن. ستوب. ستارز الجزمه. ده بيبطلوا كوره. سارز في الركبه. طيب. ألف ب تحكيم بنقول من الحكام ما هو استخدام القوة الزائدة؟ صح. إيه هو الفرق بين التهور واستخدام القوة الزائدة؟ بنقول هنا الاسترزات رايحة في الركبة، والركبة مش محمية وفي منطقة مش محمية، والراجل جاي من مسافة عنده القوة والسرعة والاسترز. طيب الحكم ما شافش. سؤال. فار. فين الفار؟ طب يعني على الفار مع احترامي ليك
هات الحكم، يعني هاتوا يا جماعه الالعاب دي اكتر من لعبه الحكم جه وادى فيها بطاقه حمراء. طبعا هنا اللعبه الفار ما جابش الحكم ومرت وحتى ما ادالوش انذار فيها. ودي طبعا كابتن دي بردك من ضمن الحاجات اللي هي علامه استفهام في الحقيقه. طبعا في هذه الحاله شايف ان الحاله ديت استخدام قوه زايده والطرد موجود والاستاذ موجود. نروح اللعبه اللي بعد كده. لعيب من تحت حمايه الحكام. هنا بردك يعني مش عارف احمد هنا انت كنت قريب. يعني هذه الحاله دي يا كابتن احمد انا ما ينفعش امشي اللعبه. ما ينفعش. ليه؟ يعني حتى انا بالحس التحكيمي بتاعي نرجع تاني معلش سامحني. هنرجع تاني نمشي 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 ستوب. حتى احمد انا هنا حتى لو انا شايف ان هنا في تحت فرصه انا شايف ان هنا في خطوره والخطوره بالاستارز في الوش. كان يجب انك انت تصفر. طب هنمشي كده بقى ونجيب القعده من فضلك ونشوف الزاويه اللي جايه بعد كده. بس يعني مفيش بعد كده كابتن ده بنسميه احنا بطاقه حمراء مباشره في الملعب تاخدها من غير ما ترجع للكوره. مجال الرؤيه قدامه مفتوح جنب الكوره ما بعدش 3 ياردات عن الكوره. اسهل يا كابتن ايمن اسهل بطاقه حمراء لان الراجل طالع برجله. بص طالع برجله والاستاذ رجله مفتوحه والاستاذ رايح في الوش. دي مش محتاجه جول الفار خالص وجاي من سرعه. كابتن ايمن النهارده دي حاله طرد مباشره وهو الفار جاب الحكم وهو رجع طرد. ولكن انا بتكلم على سهوله الحاله في الملعب مش محتاج انك انت والفار يجيب الحكم ليه في دي؟ ما يقول له على طول طرد. معلش ما هو انا النهارده لا مش لازم يجي انا لابد النهارده انا مش هاخدش قرار ولكن انا بجيب الحكم ليه كابتن. كابتن عادل ماشي ما هو بيقول له تعالى معنى ان انا تعالى بغير قرارك عشان تيجي تشوف. انت معايا يا كابتن عادل؟ ما عندهم بروتوكول ولا عندهم اي حاجه. خلي بالك عندنا حاله تانيه. انا النهارده الحكم مين يا كابتن ما بتجاوبش؟ كابتن محمود عاشور يا كابتن عارف. محمود مين؟ عاشور؟ محمود عاشور عارف. خلاص الموضوع معروف انتهى الفيلم. خلاص يا كابتن اتفضل يا كابتن. بص عاشور ما انتهى الموضوع. احنا اخر مره قلنا ان التحكيم هذا الموسم مش عاوزين نزيد النادي الاهلي لا جميع الفرق بتشتكي من التحكيم. الموسم اللي فات برضه يا كابتن معلش انا كمان احنا اكتر لا مفيش جميع الفرق يا كابتن. أنا مش معاك على إن جميع الفرق قدمت كابتن عادل بس جميع الفرق قدمت اعتراض على التحكيم واحتجاج نتيجة بس. الأخطاء ولكن آخر مرة إحنا بنتكلم على 12 نقطة ضايعين من النادي الأهلي مفيش فيهم تجني على حد 12 نقطة بالورقة والقلم يا كابتن أيمن 12 نقطة رايحين من النادي الأهلي بسبب موضوع التحكيم وجبنا الحالات التحكيمية كابتن إسلام يمكن عمل حلقة كبيرة جدا جدا وجاب الحالات التحكيمية الخاصة بالنقاط اللي ضاعت النهاردة بنتكلم في ثلاث نقط أو ثلاث نقاط 12 و3 15 نقطة النهارده بيروح من النادي الأهلي في بطولة أعتقد النهارده لو ريال مدريد بيلعب في البطولة ديت هيخرج لو نادي كبير جدا جدا هيخرج نتيجة إن ال 12 نقطة النهارده بقوا 15 يا كابتن بلال خرجوا المنافس عن المنافسة لا 14 نقطة لأن إحنا النهارده تعادلنا هي كأنها هزيمة يعني أربعة يعني أنا بتكلم هزيمة بس 12 و2 14 كابتن أنا بعتبر هزيمة ثلاث نقط أنت لو كسبت النهارده خدت 3 بونت بتبقى عموما يا كابتن احنا بنتكلم في ايه؟ النهارده التحكيم الموسم ده ما كانش كويس. مش انا بقول الكلام ده ولا مش بقوله ليه؟ 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 النهارده التحكيم مش كويس ده راي اتحاد الكوره مش رايي انا. اللي بيطلع يقول لك الناس بتبقى في حمله منهجه على التحكيم بقوله من فضلك كلامك خاطئ لسبب لان جاب التحكيم الاجنبي اتحاد الكوره. اللي جاب مارك جريتنبرج الخبير الاجنبي هو اتحاد الكوره. خلي بالك هو جابه ليه؟ اسال نفسك السؤال ده جابه لان هو شايف ان التحكيم ماشي بشكل أزمة. مش كويس. أسوأ موسم تحكيمي كنا بنتكلم على الموسم اللي فات كابتن ايمن ان النادي الاهلي خسر هذا الموسم أسوأ موسم تحكيمي بالنسبه للحكام والاخطاء التحكيميه المؤثره في نتائج المباراه خاصه النادي الاهلي زي ما قلنا 12 نقطه وهنقول كمان 2 يبقى 14 اي فرقه ما هو لحظه يا كابتن هتخرج خارج التحكيم كان ليه دور كان ليه دور في خسارة النادي الأهلي بطولة السنة اللي فاتت كويس؟ تمام السنة دي في قصور من جانبنا ولكن التحكيم برضو كان ليه دور في الفترة الحالية اللي هي الحاسمة في عمر الدوري لتحديد مين يبقى بطل الدوري طيب احنا ما بنحطش الشماعة يعني ما بنقولش ده مبرر علشان كذا لا ما جون هو بس انت اديني حقي ما هو بص يا كابتن والماتش اللي فات والماتش اللي بص يا كابتن ايمن عشان ما حدش يزعل مننا عشان ما حدش يزعل الكلام اللي اقوله ده هيزعل ناس ما يزعل ولكن لابد ان في محاسبه للمسؤول التحكيم بامانه
انا النهارده بتكلم على مسؤول التحكيم النهارده مش موجود داخل مصر. قعد تقريبا شهر فوق الشهر في المغرب. طيب مين بيتولى مسؤوليه الحكام؟ مين بيصحح من الحكام؟ مين بيصحح اخطاء الحكام؟ مين بيحاسب الراجل؟ مين بيحاسب الحكام؟ الناس النهارده بتشتغل بدون رئيس لجنه موجود ولا موجود نائب رئيس اللجنه ولا اي حد موجود، حضرتك موجود، مين يحاسب عصام عبد الفتاح؟ ده السؤال. يعني بجد مين يحاسب عصام عبد الفتاح في ظل منافسه كبيره ما بين ثلاث انديه على بطوله الدوري وهو الراجل قاعد في المغرب بيتابع البطوله النسائيه وبالتالي رجع تاني ما فيش اي مشكله خالص وموجود الراجل بيتابع شغله. النهارده اتحاد الكره مفروض يعني النهارده لما حد يبقى مسؤول عن تحكيمه وقاعد بره شهر على الاقل حد يتولى النهارده الحكام كابتن علاء يبتدي يشتغل معاهم، ولكن النهارده الحكام بتشعر ان المسؤول مش موجود، في تعيينات فيها مشكله، في عدم عداله في التعيينات، حاجات كتير جدا جدا كانت النهارده في الموسم هذا الموسم اعتقد أسوأ موسم تحكيمي بتمر بيه الانديه هذا الموسم، بدليل ان 16 نادي كابتن شريف بيقدموا احتجاج. هو بقاله شهر في المغرب يا كابتن، بقاله شهر في المغرب، قعد شهر شويه، قعد شهر ويه بيعمل ايه كابتن عصام؟ مع احترامي لكابتن عصام وانت في بطوله بيعمل ايه يعني؟ بس انت النهارده سؤال تاني في بطوله الامم الافريقيه 2019 حضرتك كانت في الكاميرون، انت كنت موجود هنا في مصر وكنت بتحلل في احدى القنوات اللي موجوده ومرشح البطوله. النهارده الدوري موجود للاسف انت مش موجود، والحكام طبعا هي معذوره كابتن، عندنا فقدان ثقه في الحكام النهارده، عندنا مشكله في التحكيم، مش كل الحكام طبعا. النهارده التحكيم النهارده كابتن هو عنده مشكله اصلا في الاتحاد الافريقي الراجل ده طبعا، وعايزين يمشوه. كابتن انا بتكلم على ايه؟ انا طالما قبلت المسؤوليه كابتن شريف كرئيس لجنه الحكام موجود، لابد ان انا اشتغل مع الحكامي في كل الاوقات، ما اسيبش الحكام وامشي. كويس، هي دي المشكله. كابتن ناصر في حاجه، حتى لو الكابتن عصام مش موجود، مش في ناس بتقيم الحكم على ادائه في المباراه؟ المفروض في لجنه فنيه موجوده. حلو قوي. بالظبط. لما الحكم بيخطئ المفروض بيحصل له ايه؟ المفروض الحكم لما بيخطئ طبعا بيتعاقب بان هو بيبقى العقاب اللي هو ايه؟ بيستبعد شويه عن المباريات. كويس. تمام. شفنا حكم استبعد؟ لا طبعا. طب اقول لك المفاجاه؟ مفاجاه. قول. الحكام اللي بتخطئ يا كابتن ملال بتلعب. بجد. ما حدش يزعل مني. والحكام اللي بتجيد بتقعد. طيب. الحكام اللي هي ما بتخطاش يعني ما عندهاش اخطاء ما بتلعبش. طب ما واللي بيخطأ بيلعب كابتن، ما فيش معايير. خلاص مش فارقه بقى معايا كابتن. بص يا كابتن، ما بني على باطل فهو باطل. انا النهارده المسؤول مش موجود، ما تسالنيش عن نتائج. مسؤول ايه؟ هيعمل لي ايه المسؤول ده؟ ده القصه يا كابتن. ايوه يا كابتن الشريف، لازم انا اكون متواجد. ضرب الجزاء في اخر المباراه بتاع اللي فاتت الراجل اتنين مشدودين لتحت، واحد اتشد والتاني، وقبل ما يروح يتشد تالت ولا حد هيعمل اي حاجه. عارف يا كابتن ايمن دي كده؟ عارف اقول لك يا كابتن حاجة. دي كده السياسه المتبعه. اتفضل يا كابتن. مع النادي الاهلي خلاص. بص يا كابتن ايمن، الماتش اللي فات الزمالك وبيراميدز، عشان بقى هاخد مقارنه بين اللعبه دي والهدف الثاني بتاع الزمالك، نفس الادوات اللي موجوده في الفار هي نفس الادوات، هي نفس الكاميرات، هي الكاميرات. انا بس حد يعني نقطه، فين التطوير التحكيمي؟ لما الحكم المساعد حسب الهدف، الكل يتخيل ان الكره تسلل، كلنا صح، اترسمت الخطوط بالظبط يا كابتن عادل، وجايبه ايه جزء من الجسم بتاع اللاعب مغطي، يا دوبك العقبال ما الحكم بيسنتر، يعني اللعبه رجعت كده راح مدي اشاره البدء، ما خدتش تقريبا 20 ثانيه او 25 ثانيه. الادوات اللي موجوده دي يا كابتن هي نفس الادوات. لا ناقص حاجه مهمه، الضمير، الراجل اللي قاعد جوه مهما انا بتكلم يا كابتن الكلام عشان الناس تعرف. لا ما هو الناس لازم تعرف يا جماعه، هي نفس الادوات، المعدات، الكاميرات، دي خدت نص دقيقه واحنا واخدين 4 دقايق ونص وايضا ما وصلناش للعداله. صحيح يا كابتن، عشان كانوا بيعملوها يعني الخط بيعملوه غلط. بيعملوه غلط. لابد كابتن، انا اسف بس بعد اذنك. اتفضل. ايمن اشرف جات له كوره في صدره الاخراج عدا 7 مرات بالظبط، كرة حدفت اوت فخربت في صدره وهم عايزينها ضربه جزاء، بيعيدوها للفار 7 مرات، بيدوروا على اي هاند بول او اي حاجه ضد النادي. الجول ده ما اتعرضش كابتن ايمن، الجول ده ما اتعادش لينا تاني. عارف يا كابتن ايمن، لعبه ايمن اصلا شوت تك تك كده وخلاص انتهت القصه واتلغى الهدف بالظبط، وبقى اللي ليه عنده هنا حاجه يبقى يروح يشتكي. بص يا كابتن ايمن، حتى لعبه اشرف يمكن كانت معانا، بس هنا الاحداث هي فرده نفسيه كابتن ايمن. لعبه ايمن اشرف للامانه هذه الحاله يعني صعب انك انت تحسبها كابتن احمد، الايد في الصدر، يعني الايد يعني عشان تقول
ركله جزاء او مش ركله جزاء النهارده فيها كلام كتير جدا. وبعدين بنتكلم على ان الكره قريبه جدا لكابتن شريف، ولاعب النادي الاهلي بيطلع بدماغه وايمن اشرف طالع ورا على طول، يعني مفيش مسافه قوي، مفيش مسافه قوي ان نقدر نقول النهارده اللاعب ممكن يشيل ايده او كده. طبعا فيها كلام، ولكن انا شايف ان هي برضه مفيش فيها ركله جزاء، ولكن احنا بنتكلم في الاحداث اللي هي عدوها سبع مرات يا كابتن، سبع مرات الجول ده ما تعادش ولا مره. تمام، الخلاصه يا كابتن ايمن، الخلاصه النادي الاهلي ياخد حقه ازاي؟ ربنا بقى. لا والله بكلم جد. والله يعني انا بكلم حضرتك جد دلوقتي. حضرتك بنتكلم وحضرتك مش مسؤول يعني، كويس، ولكن بتقول كلمه الحق. تمام، النادي الاهلي ياخد حقه ازاي او يعمل ايه؟ يعني النادي الاهلي طبعا في حلول مجلس اداره، بس النادي الاهلي يعمل ايه في موضوع التحكيم؟ بص يا جد، احنا خلاص الازمه حصلت، ماشي، خلاص والموسم انتهى. لا كده الموسم انتهى خالص، والاهلي خسر البطوله، خسر البطوله. خلينا نتكلم الدروس المستفاده. انا بتكلم النهارده، انت النهارده محتاج ايه؟ اولا كل العصر موجود، نتكلم على التحكيم هو اسوأ عنصر موجود يا كابتن بلال في المنظومه، يعني بنتكلم على التصوير، بنتكلم على الكاميرات، بنتكلم على حاجات كتيره. النهارده التحكيم للاسف الشديد هو اسوأ عنصر موجود في البطوله. طيب، وانا بسال، طب بعد اذنك كابتن، بعد قبل التساؤل معلش، ممكن نشوف لقطه كده وعايز تعليق حضرتك عليها؟ اتفضل. دي حصلت، حضرتك كلمت عليها امبارح. دي مباراة بيراميدز والزمالك. ادي زوم في الجول الثاني. ماشي؟ ايوه يا كابتن، ايه؟ دي الكرة اللي حضرتك كلمت عليها من شوية. ما هو كويس؟ هي كابتن. نكمل. هي. نكمل يا كابتن، ماشي. ماشي، بص يلا. ادي زوم على ده صورة يا كابتن مش فيديو. تمام، ماشي ماشي ماشي. انا بص على الحكم المساعد هناك. ادي اهو، ادي الخطين اللي احنا ايه متكلمين عليهم. وده زوم الحته الاخيره ديت على لعيب نادي الزمالك على اخر جزء. ايوه يا كابتن، ماشي. بص الكتف. ايوه، ما احنا قلنا الخط هنا مش جاي من اخر نقطه يا كابتن. بالظبط، حزمناها بالظبط كابتن. الخطوط المعموله تخلي اي حد، حتى الرجل العادي يا كابتن بلال، مش محتاج حد، ان الخط مش سليم. الخط اللي انت عامله مش سليم. لما انا اعمل خط مش سليم، وحكم المفروض ده عنده خبرات. بالظبط. يبقى ايه دي؟ هل انا مش عاوز يعني المس عذار، ولكن انا في النهايه ايه اللي حصل يا كابتن؟ انا عندي صوره مش مقتنع بيها. في النهايه خسرنا نقطتين. انا عندي صوره مش مقتنع بيها، وهدف صحيح تم الغائه يا كابتن. ايا بقى كانت المشكله جواك عندك في الفار، مش عارف تظبط الخط، او راجل الاوبريتور مش عارف يديك الخط الصح، او انا عني انت اديتني صوره، هذه الصوره تقول ان الخط اللي معمول خطا، وان الهدف سليم. ده اللي انا بشوفه كمشاهد وكمحلل تحكيمي. النتيجه ان النادي الاهلي حرم كابتن بلال من هدف، خلي بالك، هدف سليم، في طرد في لعبه محمد عبد المنعم، ده كان بدري قوي قوي، كويس، تقريبا كان في الدقيقه 70 تقريبا، وطبعا الفار ما جابش الحكم. شوف هنا كابتن، هنا ده الناس تضحك علينا. لو لقطه يعني زي انا دي. انا بص يعني، بص يا كابتن، هو اللي عمل ده كابتن، هو خلي بالك الاوبريتور اللي كان مع حكام اليونان، هو اللي موجود مع الحكام هنا، والحكام اليونان هنا جابت اللقطه هي كابتن، ادي الخط اللي مبين على اخر نقطه، وهنا الخط هنا اللي احنا بنتكلم. كابتن، في حد يقطع من نص اللعيب؟ مين ده؟ ده اتعلم فين يعني؟ اللي قاعد على الفار اتعلم فين؟ دي مشكله كابتن ايمن. يا كابتن لو سمحت بس، ماشي، هو النادي الاهلي اتظلم السنه اللي فاتت وخسرنا دوري، تمام، وبنتظلم السنه دي، واحنا مقصرين، مش مبرر برضه بالظبط، ولكن احنا مقصرين. النادي الاهلي ياخد حقه ازاي؟ ما هو الكلام ده ممكن يكرر كمان السنه الجايه، خلاص يتكرر ويكرر الفتره اللي جايه. النادي الاهلي ياخد حقه ازاي؟ النادي الاهلي خد كل الاساليب يا كابتن ايمن، عمل احتجاج وعمل بيان، وخاصه في ماتش الاهلي والبنك الاهلي. طب ناقص ايه يعني يا كابتن؟ ننسحب يعني؟ نعمل ايه؟ ننسحب كل إيه؟ ما هو نلعب كل الماتشات بحكام يعني؟ النادي الاهلي النهارده عمل كل يعني، اتخذ كل الطرق اللي هي اللي توصله ان هو ياخد حقه، سواء كان في البيانات او سواء كان في احتجاج على بعض الحكام، وطلب حكام اجانب، وطلب حكام اجانب كده، وطلب حكام اجانب، والحكام الاجانب قلنا الناس بتزعل، كان مردودهم كويس، ولكن النهارده مارك جلاتنبرج جاي هيجتمع بالحكام تقريبا يوم 5 او يوم 6، خلاص هو هيتولى مهمته كابتن ايمن، وهيبتدي يشتغل على التحكيم. ولكن بطوله راحت، مين يحاسب عليها؟
هذه البطوله اللي راحت من النادي الاهلي مين النهارده هي لسه ما راحتش رقميا حسابيا لسه ما راحتش ولكن في تعمد انها تروح في اتجاه انها تروح كابتن ما انا بتكلم النهارده في 14 نقطه رايحين بالورقه والقلم يا كابتن تاني بقول الكلام ده مش كلام مرسل احنا جبنا الاخطاء بص يا كابتن نعيم احنا جبنا كل مباراه بطاقم التحكيم بحكم بالحكم الفار وجبنا الحاله التحكيميه المباراه النادي الاهلي خسر وتعادل بس خلي بالك في مباراه النادي الاهلي كسب فيها فاز وفيها اخطاء كابتن عادل ما حسبناهاش على اساس ان ايه هذه الاخطاء لم تؤثر في النتائج النادي الاهلي فاز وخد 3 بونت انما لما تيجي النهارده تحصر الاخطاء كلها سواء النادي الاهلي تعادل او خسر او فاز اخطاء كتيره جدا جدا ضد النادي الاهلي صح. في اخطاء وفي مباراه النادي الاهلي تحدد حكام وكسب وفاز ماشي ولكن اللي النهارده الاهلي خسروا فعلا بالورقه والقلم 12 نقطه بالاضافه لهذه المباراه 14 نقطه تقريبا ليه اتحاد الكوره صبر على الكابتن عصام عبد الفتاح ده السؤال الكابتن يجاوب عليه رئيس اتحاد الكوره يعني اللي انا اعرفه ان هناك بعض المشاكل مع يعني اعضاء مجلس الاداره ما بين مؤيد ومعارض ومؤيد وجود عصام او مش وجود عصام على الرغم من الخبير الاجنبي جه السؤال يا كابتن ايمن انا هنا بس سؤال ودي علامه استفهام لكابتن عصام عبد الفتاح حضرتك في البدايه اعترضت على قرار اتحاد الكوره اتحاد الكوره سابك كابتن بلال اعترضت ازاي هما يجيبوا خبير ازاي هو يبقى فيه خبير وانا اقل منه كل هذا الكلام اعترضت عليه ومع ذلك خبير جه حضرتك قلت مش هشتغل وما زلت انت موجود حتى الان ده السؤال مين يا كابتن عصام انت اللي عاوز تقعد ولا حد ضاغط عليك انك انت تقعد الراجل جه وانت قلت مش هشتغل معاه وبالتالي انت ما زلت حتى الان موجود سؤال. هل هتقبل يا كابتن عصام وهو مسؤول التطوير وانت راجل بتاع التطوير هتقبل تبقى شغال معاه هي دي المشكله مين السيد مراد اللي هو مسؤول حكام الفار في مصر مين السيد ده بص يا كابتن ادم احنا بنتكلم على اداره الفار اداره الفار هو مسؤول عليها الكابتن سيد مراد مين الكابتن سيد مراد معلش ما احنا انا جاهل حكم معلش. هو حكم كابتن سيد مراد حكم حكم معروف يعني يعني هو حكم ما قدرش مباريات كتير في الحقيقه طبعا طب ايه اللي يخليه ايه اللي يخليه بقى مسؤول عن لجنه الفار حكام الفار اتحاد الكره ولجنه الحكام اتحاد الكره ولجنه الحكام هي اللي بتعين بص يا كابتن رئيس اللجنه بيجي اتحاد الكره بيجيبه رئيس اللجنه بيقترح كابتن علاء مهوب انا يا جماعه عاوزه معايا ليه هيمسك لجنه الفار كابتن احمد بلال هيمسك اللجنه الفنيه هو الراجل هو عاوز كده وبالتالي زي ما قلت يا كابتن بص يا كابتن ايمن لو انا في اتحاد الكره لابد ان يكون في مسؤول فاهم التحكيم انا مش هينفع حد قبل يضحك عليا كاتحاد كره ورئيس لجنه الحكام يقول لي حاجات لابد ان انا كاتحاد كره اكون فاهم ايه اللي بيتعمل واسال يبدو ان اتحاد الكره مع احترامي ليه كلهم ناس افاضل ولكن لابد ان حد يتابع ملف التحكيم يا جماعه يتابع الشغل المعمول في التحكيم لابد ان احنا نتابع الاخطاء التحكيميه لابد احنا نحاسب المسؤول اللي هو ساب التحكيم وقاعد بره ما ينفعش يا جماعه والله ما بيحصلش هذا الكلام لم يحدث ابدا الا عندنا هنا مصر دوله كبيره كابتن ايمن خلي بالك التحكيم كان يعني في فتره من فترات احنا افضل دوله في شمال افريقيا كتحكيم النهارده احنا بنبص كل مباراه فيها مشكله كل مباراه فيها خطا تحكيمي حتى ما بنطورش من ادائنا كابتن تطور يا كابتن دي لجنه على حتى لما الحكم البولندي جه والحكم البولندي جه قلنا اتعلموا يا جماعه الناس دي قالت لك ما اتعلمش طب خد الايجابيات بس سيب السلبيات ولكن يبدو ان يعني الامور يعني لابد ان يكون في تغيير جذري في لجنه الحكام لابد تغيير الثقافه لابد اعاده الثقه كابتن شريف للحكام النهارده الحكام عندها ثقه من كتر اللي بيحصل ومن كتر ان المسؤول بيلاعب اللي ما يستحقش وفي ناس ما بتلعبش وفي ناس قاعده حتى اقول لك على حاجه على سبيل الحكام ذات نفسها في حكام يا كابتن طلعت اتكلمت قالت لك احنا مش واخدين حقنا ده الحكام يعني يا كابتن عصام ده الحكام هي اللي بتتكلم مش المحللين اللي بيتكلموا والانديه بتتكلم والحكام بتتكلم والاتحاد جاب خبير والحكام جاب حكام اجانب وانت موجود ليه؟ يعني انت حضرتك موجود ليه في لجنه الحكام؟ السؤال هل عشان تحافظ على الكاف؟ هل هتحافظ على مكانك في الاتحاد الافريقي؟ بص يا كابتن ده بياكد كلام حضرتك اهو ده في ماتش الزمالك تمام بص الخط فين؟ بالظبط كويس؟ بالظبط بص في ماتش الاهلي الخط فين؟ مين قاعد هنا ومين قاعد هنا؟ كابتن هم انا قلت نفس التقنيه الموجوده نفس الادوات نفس الكاميرات اللي اشتغلوا بيها الاجانب هي نفس ايه الخط ده؟ الخطوط
عشان كده يا سيدي انا لو جبت لي خط صح وقلت لي ان الهدف مش هدف بالزبط. انا ما عنديش مشكله بالزبط. بس اديني قناعات انا مش مقتنع باللي انت عملته ده حتى لو انت صح. والله انا ما مقتنع كابتن ايمن حتى لو انت صح ومن جواك انت مقتنع. انا كمشاهد يا بلال يا بلال اديني بس يعني لحظه انت مقتنع باني خط في دول يا كابتن؟ هي دي محتاجه قناعات يا كابتن؟ مفيش دي محتاجه قناعات. بص بص واضح يا كابتن ان هم عايزين الدوري الناحيه الثانيه بس خلاص مش هتكلم اكتر من كده. انا ما عنديش كلام اكتر من كده لان لو اتكلمت اكتر هغلط وانا مش عايز اغلط الحقيقه النهارده. بص يا كابتن ايمن انا بس في النهايه عشان بنقول لابد من اتخاذ خطوه يعني من مين؟ من اتحاد الكوره مفيش كلام. النهارده البطوله بتضيع من احد اداب بصرف النظر عن النادي الاهلي. اي نادي النهارده ظلم تحكيميا؟ لا النهارده التحكيم بعافيه شويه اولا سواء محلي او دولي. اولا ما عندناش حكم في كاس عالم، ما عندناش حكم مصنف كمان في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي حتى الان في ظل وجود الكابتن عصام مع احترامي الشديد ليه. انت موجود بقالك 6 سنين في لجنه الحكام في افريقيا، مسؤول عن شمال افريقيا كابتن شريف. لما يبقى النهارده مفيش حكم مصري مصنف، مفيش حكم مصري النهارده في كاس العالم، طب ولسه مسؤول لحد دلوقتي عن شمال افريقيا؟ لحد هذه اللحظه هو مسؤول. بس هو هم عملوا ايه يا كابتن؟ هو كان مسؤول عن شمال افريقيا بشكل كامل. ايوه المغرب، تونس، الجزائر، مصر، المغرب، ليبيا. في الفتره اللي فاتت هم شالوا منه 3 دول، تونس والمغرب والجزائر، وادوا له مصر. طبعا هو مصر هو رئيس لجنه الحكام هنا في مصر، وادوا له ليبيا بس، وبقيه الدول راحت ليحيى حدقه المحاضر المغربي. فالنهارده حضرتك مسؤول في افريقيا، ما عندكش حكم في مصر ولا في كاس العالم، التحكيم عندك سيء، الحكام الاجانب بتيجي تشتغل، الخبير الاجنبي جه، حضرتك قاعد ليه؟ يعني حضرتك قاعد ليه او هم الاتحاد سايبك ليه؟ تقعد ليه؟ التحكيم خلاص يعني في مشاكل كثيره وما فيش ابدا. يعني بنقول كل مره نطور نطور نطور، بالعكس بنشوف الأسوأ يا كابتن ايمن. انا في الاخر بس بتمنى ان اتحاد الكره بعد هذه المباراه لابد يكون في طفره، يكون في تغيير جذري او جذري في لجنه الحكام. لابد ان يكون في لجنه حكام محترفه تعيد الامور تاني وتعيد الثقه لحكامنا. تعيد الثقه لحكامنا يا كابتن؟ احنا عايزين اعاده ضمير لحكام. معلش معلش حضرتك بتتكلم بتحفظ، بس انا مش هتكلم بتحفظ، انا مش هتكلم تحفظ، انا بتكلم للي انا شايفه. احنا مش عايزين اعاده تاهيل ولا اعاده تعليم، لا احنا عايزين عوده الضمير للحكام دي كابتن. عوده الضمير لما تكون في عداله تحكيميه، العداله التحكيميه مش موجوده ما بين حتى الحكام، عشان انت كمسؤول العداله التحكيميه بين حكامك، حكامك بتتظلم منك انت. طب انت بتطلب من الحكام العداله ازاي وانت اصلا ما انتش عادل معاهم؟ بتطلب منهم ان هم يعني يشتغلوا ازاي وانا مش واخد حقي كحكم؟ صدقني دي حقيقه. ما بين الحكام والحكام المساعدين الكل يعني بيشتكي، بيشتكي من الاوضاع معكوسه، اللي بيغلط بيلعب واللي بيمشي كويس يا كابتن شريف قاعد في البيت ما بيلعبش. هو مش بيغلط يا كابتن عشان اقول لك، لا خلينا بس خلينا كابتن كابتن عادل خلينا نتكلم بقى. هم ما بيغلطوش. الاخطاء التحكيميه اللي بيخطئ بيلعب برضه تاني، واللي بيشتغل كويس قوي قوي قاعد في البيت، ودي علامات استفهام. فين المعايير تعيين الحكام؟ اللي بيتعمد الخطا بيلعب بيكمل. عندنا مشكله، اتمنى كابتن ايمن واحنا من خلال النادي الاهلي، الاهلي عمل كل الطرق اللي بيها ياخد حقه ومع ذلك النهارده بيتظلم، بيروح من المباراه. بالاضافه طبعا للنقاط اللي فاتت، النهارده بنقول 14 نقطه بالعربي كده بالورقه قلم. النادي الاهلي النهارده اتظلم في ان هو يروح منه 14 نقطه خلال الموسم دوت. يمكن الموسم فات، تعال اقول لك على حاجه مفاجاه، يمكن الموسم من فات احنا قلنا ان الاهلي تعرض لظلم، لا ده الموسم ده ظلم اكتر للاسف الشديد يا كابتن. عينك يا تاجر، ظلم متعمد. ما اقدرش اقول متعمد يا كابتن. انا ليه؟ متعمد. ليه؟ أنا ليه؟ لان طب ما يعني تدينا فرصه عامه نقول يا كابتن احنا دي اخطاء واضحه للكل. احنا اللي هنقول اخطاء واضحه للكل. معناها ايه يا كابتن؟ ما انا بقول لك هو اخطاء واضحه للكل كابتن ايمن، واخطاء متكرره. مش هقدر اقول الحكم متعمد لان المتعمد تبقى كارثه بقى، واخطاء يعني متكرره. لا 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 طبعا، ايدي يعني كابتن. لحظه طبعا، لحظه كابتن ايمن بعد اذنك. نعم. انا عاوز اقول كلمه. امال دي ايه يعني؟ اوصفها لي. يعني انا لما اجي اعمل خط وبعمله غلط ايه؟ انا مش عارف اعمل الخط
لا طب مش ممكن. المشكله يا كابتن مش تعمل خط، المشكله انك انت مديني خط انا مش مقتنع بيه اصلا. ايوه انا مش مقتنع بخط انت عامله. انا اللي انا بقوله لك يا كابتن ده ايه، تعمد ولا لا؟ مبتدئ مش هيعمل خط. كابتن لو انت عندك انت حتى من جوه عامله، انت مطلعه لي اقول لك السيناريو اللي هيحصل، هيقولوا انه غلط والخط اتعمل غلط وهي جون. لا هقول لك على حاجه كابتن عادل، هيقولوا ايه؟ هيقول الحكم الخط اتعمل صح. لا لا هيطلعوا. لا صدقني كانت هيقول لك الخط معمول من اخر نقطه. اسمع الخط اتعمل صح. الفكره كان الماتش اللي فات احنا جايبين، بس انا عاوز اقول اللي اتعمل صح. خلينا نكمل دي. هات لي الفرق ما بين لعبه الزمالك والبيراميدز واللعبه دي عشان ده كان راجل اجنبي قاعد. ما انا لا 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 في حاجه كمان. لا لا في حاجه كمان يا كابتن، هو اللي يخليها تعمد النهارده ايه؟ ان حاله التسلل مش هيرجع لها الحكم. حاله التسلل مش هرجع لها الحكم. لا طبعا، انما ده قرار فار. بالظبط، اولا واخيرا قرار فار. تمام تمام، في تعمد مليون الميه. ما هو لو مفيش تعمد يا كابتن مش هيطلع لي الخط ده. اكمل بس يا كابتن، هيطلع لي الخط ده. اكمل فكرتي بعد اذنك. انا دلوقتي اللي حصل دي في ده، ايه اللي حصل؟ هل ده متعمد ولا مش متعمد؟ هل ضعف في انه راجل حكم بيعرف يحط خطوط كويس ولا بيخطا في شغله؟ لو بيخطأ في شغله فدي كارثه، لو متعمده تبقى اكتر كارثه. في الاخر مين اللي بيخسر؟ نادي بيخسر دوري، او نادي بيخسر مباراه، او في حاجات كتيره قوي بتترتب على ان الناس تتظلم بالشكل ده. احنا عايزين نعرف هو ايه في الاثنين. هنقول النيه ما نعرفهاش، بس خلينا ناخد الايه اللي هي الاقل اللي هو اللي في ايدينا. الراجل ده عمل خط غلط، لما يعمل خط غلط ايه القرار بقى المناسب من من الاتحاد انه عارف ان دي جول؟ هيقول ايه؟ هو ده اول مره كابتن يحصل فيه؟ انا بس بقى انا بسالك انا بسالك دي بس. هو اول مره يحصل فيه خطأ؟ يعني كابتن عصام عبد الفتاح هيقول كابتن ايه؟ كابتن هيطلع يعتذر ولا يطلع يدافع ويقول البروتوكول البروتوكول والحاجات دي؟ الاخطاء التحكيميه دي متكرره. كابتن عادل ممكن اسال سؤال؟ هو ده اول خطا للنادي الاهلي؟ لا 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 فاهم متكرره، عشان كده بقول. طب ايه اللي اتعمل قبل كده؟ طب انا هقول لك على حاجه كابتن تاني بقى عشان افكر الناس تاني. هقول لك حاجه بسيطه، اعمل فرق ما بين لعبه الزمالك واستئناف اللعب اللي هو بعد 20 ثانيه، سؤال بس، والخطوط اللي اتعملت وهذه اللعبه اللي استأنفت بعد 4 دقائق ونص بنقولك. والخطوط اللي اتعملت. انا مش هتكلم كابتن. لا انا هسال سؤال حضرتك تاني خالص. اتفضل. ماشي؟ ايوه. حضرتك شفت السنتين اللي فاتوا دول، السنه اللي فاتت والسنه دي. ايوه. كويس؟ شفت اخطاء بتتعمل ضد نادي تاني غير النادي الاهلي زي الاخطاء دي؟ مفيش. احنا كابتن للامانه، طب هقول لك على مفاجاه. كابتن عصام عبد الفتاح طبعا مع احترامي ليه وصديق ليا، هو اول ما جه تولى مسؤوليه اللجنه الحكام، قال ايه؟ قال ان انا اتفهم جيدا الاخطاء اللي حدثت للنادي الاهلي، هو قال كده. طيب. وانا لما جيت قال كده بالظبط، وقال انا لما جيت شفت الحكام تقريبا 10% بس يصلحوا للتحكيم في الدوري، ودي كارثه. كابتن عصام على لسانه قال الكلام ده، قال لما جيت ده الكلام ده كان من كام سنه يا كابتن؟ كابتن ايه؟ كان من كام سنه؟ لا مفيش، ده مفيش 10 11 شهر. يعني قال لك 10%؟ قال 10% يصلحوا للتحكيم ده ولا 2% دلوقتي؟ ما انا هقول لك بس. وان انا عليا ان انا اطور اداء الحكام واوصل بيهم، والموسم الجاي مش هنشوف الاخطاء خالص. وصل. عارف الكارثه يا كابتن ايمن؟ الكارثه يا ريت الفار ما كانش اتطبق. يا ريت الفار ما كانش اتطبق في مصر. وبقولها بامانه. ليه؟ احنا بنجيب تكنولوجيا او تقنيه عشان تساعدنا. مظبوط. للاسف الشديد. لم نستفيد منها، ما اشتغلناش عليها كويس، عندنا مشاكل كتيره قوي 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 عليها، اخطاء. هقول لك على مفاجاه ثانيه، اخطاء الفار اكتر من اخطاء الحكم. اخطاء تقنيه الفار النهارده وحكام الفار اكتر من اخطاء الحكم داخل الميدان. لو ما كناش طبقنا التقنيه اعتقد او كنا صبرنا عليها شويه. كابتن تقنيه ايه؟ ده احنا مره طبقنا في ماتش للنادي الاهلي تقنيه الفار اتدخلت في غير عملها. والحكم خد بيها الجون بتاع برضه مع الفرقه دي. مع ادي الفار البنك الاهلي، مش البنك الاهلي اللي هو الفار تدخل في لعبه رامي قال لك الكره متحركه. بالظبط كده. والكل اكد بعد كده يا كابتن، هقول لك المفاجاه كمان في اللعبه ديت. احنا كلنا قلنا هدف، والمحللين كلهم كل المحللين قالوا ان الكره هدف، وكان يجب على الفار ان هو لا يستدعي الحكم فيها. قال لك روح البروتوكول. وبعدين الكابتن عصام طلع قال الناس دي كلها بتهاجمني، قال كده، وان قرار الفار قرار صح، وان استدعائه للحكم كان صح. للاسف الشديد الكلام اللي طلع صح هو كلام المحللين، ان الهدف كان هدف، وللحسن الحظ او سوء الحظ بقى لكابتن عصام ان الكره دي اتلعبت في الدوري الانجليزي يا بلال، في الدوري الانجليزي توتنهام، التماس توتنهام تمام، وجت جول، والجول اتحسب والفار ما جابش الحكم وهكذا. كابتن احنا عندنا مشكله،
كابتن كل يعني معلش بمناسبه الكلام اللي حضرتك قلته حضرتك قلت الهدف صحيح. كل خبراء التحكيم طلعوا النهارده وقالوا الهدف صحيح. مش احنا عشان في قناه الاهلي كابتن احنا كده. انا طالع النهارده اول واحد. لا بالظبط هقول لك على حاجه يا كابتن ايمن. والله 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 هذه القناه المحترمه بكل من فيها من مسؤولين من مسؤولين من محللين من موظفين من عاملين كل الناس دي اقسم بالله ما في حد في يوم كابتن ايمن كابتن بلال وانتم موجودين اهو قال لي قول ايه او ما تقولش كابتن شريف. لا طبعا الناس محترمه جدا جدا. انت بتقول الناس بتقول كلها طلعت قالت هدف سليم. انا اول واحد طالع وما اعرفش المحللين هتقول ايه وانا بقول على قناعاتي كراجل كنت محاضر وما زلت محاضر كابتن بلال بطلع اكلم قناعات ما اعرفش اللي بره هيقول ايه عشان اقول هقول زيهم او هم يعكسوا ولكن لا. هذه القناه المحترمه. بص يا كابتن انا عايز اقول دايما حاجة. دايما والله 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 ما بنقول غير. بص يا كابتن عايز اقول لك حاجه الماتش اللي فات قلنا مش جول هذه القناه بالظبط هقول لك على الماتش اللي فات اول واحد طالع قايل ان هدف الاهلي اللي جه كنت انا وانا في قناه الاهلي حتى البعض قال لك ازاي قلت مش هدف ازاي هو في قناه الاهلي ويقول لا يا جماعه لا ما بنجاملش حد بس عاوزين حقنا انا مش انا. بص يا كابتن انا عايز اقول لحضرتك حاجه ماشي انا عايز اقول لك حاجه احنا عشان بننتمي للنادي الاهلي عارفين ايه هو النادي الاهلي ماشي واي حد بينتمي للنادي الاهلي او في اي جهه النادي الاهلي مسؤول عنها لما بنيجي بنتكلم بنتكلم بكل ادب بالظبط كويس بالظبط انا معلش انا كلاعب حتى لعيبه النادي الاهلي في الملعب اعتراضهم يعني مؤدب زياده عن اللزوم مفيش اعتراض مؤدب زياده عن اللزوم يعني حاجه انا بتضايق منها انا كلاعب يعني في جوه الملعب شايف ظلم لازم يكون رد فعلي اكتر من كده هقول لك على حاجه ده انا بشوف حكام كلنا بنشوف حكام طب اقول لك على حاجه اللعيبه بتعمل فيهم ايه بص انا بس. مش طالب من لعيبه النادي الاهلي كده بس لازم اعترض هقول لك على حاجه انا حكيت النادي الاهلي يمكن اكتر من 12 سنه هقول لك على مفاجاه يمكن بلال يمكن حكمت له حكمت البلال هتكلمني عن نفسي انا اكتر نادي كنت برتاح وانا بحكم النادي الاهلي عارف ليه يا كابتن شريف التزام ما بعده التزام داخل ميدان اللعب مفيش ضغط عليك بتحكم مفيش حد بيضغطك مفيش حد بيعترض هقول لك النهارده على حاله في الماتش حصلت يمكن انا 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 يعني لو معانا اللعبه ديت تجيبها لي لعبه تمام ربيعه اللي هو عمل تاكلنج فيها شوف كام لعيب راح للحكم لو معانا اللعبه دي تقريبا محمد يجيبها لي اللي هي اللعبه اللي كان ممكن ربيعه ياخد فيها هزار انا بس هوريك الفرق ما بين ايوه لعبه النادي الاهلي اللي هي طرد مباشر اللي الغدور ما داش فيها ولعبه انذار شوف سته سبعه لعيبه لو معانا اللعبه هفرجك حاجه غريبه جدا سته لعيبه رايحين الحكم بيعترضوا على انذار يا كابتن ايمن في الوقت اللي النادي الاهلي ليه طرد مباشر بالظبط ما حدش راح للحكم خالص ما حدش كلمه انت متخيل انت متخيل لعيبه النادي الاهلي يا كابتن لعيبه ملتزمه سلوكيا وهي اتربت على كده بامانه وخلاص هو ده بقى انطباع عن اللعيبه ولكن هناك بعض اللعيبه لابد ان اللعيبه لابد حتى تشعر الحكم يا كابتن شريف انك انت غلطت انك انت ضغطني طبعا لا في حاجات كتيره يا كابتن ايمن لازم انا اروح للحكم مش هعترض باسلوب غير لائق لا لا خالص انا اخلي الحكم يشعر انك انت ضغطني تحكيميا دي مش موجوده تعالى يا كابتن بص يا كابتن بلال معلش هات لي بقى اللعبه دي بعد اذنك انا بس هوريك الفرق ما بين هرجع تاني من الاول هات من اللايف بعد اذنك بس من اللايف من اللايف من اللايف بص هنا هنا يا كابتن بص يا كابتن بص 1 2 3 4 5 6 لعيبه على انذار بالظبط 6 لعيبه ادي 1 2 3 4 5 يمكن هو الغندور خد قرار بانذار لاعب اللي هو اللاعب فاركو للاعتراض طيب بص حضرتك جبت الكره شوف الفرق دي. بقى بالظبط جبنا ديت هات لي كره محمد محمود كلامك ما انا هجيبها لك بقى هات لي كره محمد هات لي محمد محمود في الحادث بص اعتراض لعيبه النادي الاهلي ما حدش اعترض يا كابتن مفيش نشوف اللعبه اللي جايه ديت انا بس بديك فرق كلكم كره محمد بس خلي بالك يا كابتن ايمن خلي بالك زي ما قلت لك حتى لو انا في الملعب يمكن الوحيد اللي عنده الحته ديت وليد يا كابتن وليد سليمان ليه كابتن فرقه وفاهم احيانا بيشعر بان مضغوط فبيكلم الحكم هنا كابتن بص ايه ده بص لو الكابتن جنبها ومشى اللعب لا سيب يعني انا حتى يعني همشي اللعب ماشي يا كابتن مفيش حد راح اعترض هنمشي بس عشان ايه نقول ايه يمكن هما يعني مشغولين باللعب
المفروض المفروض محمود اللي غلطان يا كابتن معلش ايه لازم يقعد قدام الحكم كده عشان يديله كارت قدام الحكم اهو وكابتن ترى يجري 20 متر لحد داخل الملعب كابتن حتى خطوره الموقف انت متخيل الجهاز الفني بتبقى فاولات وبيمثلوا كابتن انت متخيل الجهاز الفني بيعمل يعالج اللاعب ليه يا كابتن ايمن يا كابتن هذه اصابه جسيمه ممكن اللاعب يعني ممكن اللاعب هنا خلي بالك يحصل حاجه مشكله دي انا قلت لك حكم اوقف للنهارده جهاز الطب بتاع الاهلي كان حريص جدا ان هو يخش والمره شغاله ما قدرش تطرده ليه انا شايف ان هنا لعيب بالاستخدام الحذاء بهذا الشكل خلي بالك ممكن تبقى اصابه جسيمه طبعا وبالتالي هنا الجهاز الطبي بص يا كابتن هنا الدخول طبعا يعني يا احمد انا كنت اتمنى انك انت هنا حتى لو في هجمه لنادي الاهلي قلنا سلامه اللاعبين في العربار على اساس انه اتعور في وشه سلامه اللاعبين قلنا سلامه اللاعبين افضل من ان انا اخلي اللعبه يتواصل كابتن بلال ده الفرق ما بين لعيبه النادي الاهلي اللي هي ما بتعترضش على مفاجاه ثانيه هقول لك على مفاجاه ثانيه ركلات جزاء داخل الصندوق علاء بيبقى ليه ركله جزاء والحكم احيانا بيخلي اللعبه يتواصل وانت ما بتعترضش مخالفه زي دي ما بتعترضش طب المطلوب لا لابد ان انا النهارده كمان يعني كلعيبه وده طبعا دور الجهاز الفني خلينا نقول ان لابد انك انت تخلي الحكم يشعر بانك انت ضغط شويه كابتن هي كوره زي دي معلش مع برضه مع احترامي يعني كوره زي دي وهات لي بس الكابتن احمد الغندور على بعد كام يارده من الكوره دي وثبت ثبت الصوره بعد اذنك كابتن ماشي ده بص اولا الرؤيه بالنسبه له واضحه تماما تمام هو على بعد 3 4 ياردات تقريبا بالكتير قوي بص يا كابتن هقول لك احمد عمل ايه المشكله ان هو بعد كده مشى اللعب بص يا كابتن هو احمد عمل ايه هو احمد ما عملش هقول لك بس يا كابتن هو احمد فكره كحكم خلي اللعب يمشي كده بعد اذنك هنمشي اللعبه شويه فكره كحكم بس ستوب هو قال هنا هل خلينا نتكلم بامانه هو قال هنا اللاعب يستلم ربما يعدي ويجيب جون علاء انت معايا يعني خلينا نتكلم بامانه هو ايه قال ايه هرجع تاني كده هو قال لك ادي تحت الفرصه ربما النادي الاهلي اللاعب هنا يستلم ماشي. طب سؤال لو انا النهارده معلش خد بالك عشان برضه محمد ما وقعش ارجع ادي كابتن لا كده ما قدرش يستفيد منها صح ما عادش سنتين ثلاثه ارجع ادي الفاول طب ما انا هتكلم اهو انا بكلمك على احمد اتصرف ازاي هو قال لك ممكن اخلي اللعبه يمشي طب اللعبه ما مشيش ارجع ادي الفاول بلاش اللعبه يا كابتن هرجع ادي الانذار سلامه اللعيب قبل من كل شيء صفر على طول صفر وقف طالما اللعبه الهجمه اللي انا كنت بمشي عليها ما راحتش هوقف واللاعب يتعالج ده المفروض كان يتعمل اللاعب بتاعنا محمد محمود اللي غلطان لازم يقع في مكانه انا ليه اجري وبعدين اقع بعدها بعدين ما يعني معلش لما بتظلم حكم لكن دي لازم اقع مكاني اجري كل ده فخلاص احمد ما في الكوره ما معلش يعني اللعبه دي احمد محمد محمود خبط خبطه جامده هل المفروض اجري فالحكم يسيب اللعب وبتبص على محمد ما هو جريان محمد محمود هو بيدي انطباع للحكم ان انا كويس مش خلاص يبقى هل ده ذنب احمد الغندور بالظبط لا انا بقول احمد أخطاء احمد بس دي كابتن لا. احمد مشى لان هو عاوز يدي افضليه للاهلي انا على فكره مع حضرتك ان كان ممكن في افضليه هجمه خاطئه لعيبه النادي الاهلي فانا لو وقفت الوقت يا كابتن علاء سؤال كويس. لو انا وقفت النهارده وده راح جاب جون وصفرت الصوره طلعت كابتن انا عايز اقول لك حاجه هو الصورة كابتن الافضليه بس كان يجب عليه يا كابتن لو سمحت بعد ما تعطلت لا 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 بص الصوره دي بص الجهاز الطبي بتاع النادي الاهلي فين ما انا قلت لك دخل والحكم مكمل اللعب دخل بص عشان الجهاز الطبي هو اللي شايف انت عايز الحكم كابتن الجهاز الطبي شايف خطوره الحدث وبالتالي من حقه انا لو انا النهارده كحكم كابتن الجهاز الطبي دخلني جوه بعالج لعيب لابد النهارده اسمح ليه لان دي حالات الخطره ممكن اللاعب هنا يتعرض فيها اللعب لسه شغال والكابتن الغندور ما خدش باله ما هو كابتن الغندور هنا المفروض حد في الكوميونيكيشن يقول له كابتن بقى يعني انا النهارده كمان حتى في اللعبه ديت يا كابتن احمد انت مش شايف هنا في جهاز الفني جوه او الحكم رابع يقول له وقف اللعب لان هنا ما ينفعش ان انا ادخل جهاز الطب واللعب شغال يا كابتن شريف كابتن اتاحت فرصه ومش احنا جالنا هجمه خبطت في ايد لعيب وراحت وقفت نص الملعب كان في سبع لعيبه من فاركو في نص ملعبنا راحت لديانج هينقل وكل فرقه فاركو الناحيه الثانيه عندنا واحنا عاملين كونتر اتاك رايت صفر رجع صفر برجع الكوره دي شافها كويس قوي لا دي كانت موجوده فعلا صح دي كانت فيها يعني كوره محمد عبد المنعم دي اتحسب فيها حاجه ما احنا جبناها يا كابتن شريف اتحسب فيها حاجه لا اداله انذار لا 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 لا, لا. بيموت الراجل وبيخلصه وبيبطله كوره بس ده برضك هو مش مسؤول بيبطله كوره الفار كابتن الفار ما شافش الكوره دي الفار المفروض كان يساعد الحكم فيها واحنا اتكلمنا فيها يمكن احمد تفاصيلها مش موجوده ما خدش اي قرار فيها ايمن انا بس الخلاصه كابتن
الخلاصه بجد النهارده في اخطاء تحكيميه تاني، في هدف صحيح على مسؤوليتي. خلي بالك نتكلم في الهدف ده، هدف مش هقول ركله جزاء، ممكن ركله جزاء تيجي او ما تجيش. كابتن ايمن ده هدف جه اتلغى بثلاث نقاط، سيبك بقى من في طرد او طرد او طرد، لكن نتكلم في اصل الخطا الجسيم او مش عايز اقول يعني كارثي، انك انت بتحرم فريق من هدف وهدف صحيح، حكم مساعد بيدي هدف والكل قال هدف، انا ما اعرفش حضرتك بتقول لي الخبراء قالوا هدف، النادي الاهلي خسر المباراه بسبب التحكيم، ودي مش اول مره يا كابتن ايمن، ده مسلسل اتكرر في اكتر من مره. النتيجه زي ما قلت، الاهلي يعمل ايه؟ عمل كل الطرق بشكل شرعي، بشكل محترم جدا جدا، بشكل راقي جدا جدا، احترم كل المنظومه بامانه. يعني انا بحيي مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب بامانه بامانه بامانه، قدم كل الطرق الشرعيه يا كابتن فيه، سواء ان هو طلب حكام اجانب، سواء ان هو قدم احتجاجات، سواء ان هو قال يا جماعه انا عندي مشاكل في التحكيم، طب ايه المطلوب تاني؟ وبعدين هو بيوجه الاتحاد يعني الاتحاد المصري هو المسؤول، النادي خاطب المسؤول، ولكن المردود ما كانش على مستوى الحدث، الاخطاء التحكيميه اتكررت. والحل النهارده زي ما قلت لابد ان يكون في حل جذري تماما، ان يتم تعيين مسؤول تطوير لاعاده هيكله وتطوير الحكام في الفتره اللي جايه. و هو ده اخر شيء انا اقدر اقوله، لان اتحاد الكره لابد ان هو ياخد موقف يا كابتن، وانا النهارده اتكلمت على التحكيم ودور التحكيم في خساره النادي الاهلي فيها. بص يا كابتن، اتفضل يا كابتن شريف، اتفضل. كابتن من سنتين كده المنافس اصر ان لازم يكون المباريات كلها بتحكيم اجنبي. كويس؟ فبقت كل المباريات بالتحكيم الاجنبي، خسر البطوله. بالظبط. وكان فارق 9 بونت او حاجه زي كده، وخسر البطوله. تمام. خلي بالك يا كابتن شريف عشان تعرف، بس في نقطة مهمة كمان عايز اقولها، بقول لك حاجة بسيطة كده. اتفضل. لما بيبقى في فير بلاي او في اي حاجة الدنيا بتبقى كسر، فحسبي الله ونعم الوكيل. كويس؟ ما توجعش قلبك. من الحكاية واضحة جدا. وعلى فكرة عصام عبد الفتاح ملوش دعوة، ولا عصام فتح في حتة في مشاكل مع الاتحاد الافريقي، ولولا ان هو هنا رئيس لجنة حكام في مصر مش هيبقى له اي وضع في وهم عايزينه يسيب الحكاية دي برضه الاتحاد الافريقي، وعنده مشاكل جامدة. لا، الموضوع فيه هنا، الموضوع من هنا قصة تانية خالص، وكل الناس عارفة واحنا عارفين كلها، فمش هنتكلم في حاجة بعيد عن ايدك بقى خلاص. لا هنقول هنعترض ولا حسبي الله ونعم الوكيل وشكرا. بص يا كابتن، انا عايز اسال سؤال بس. اتفضل. ماشي، احنا يعني في قصور من كابتن عصام عبد الفتاح واضح جدا من السنة اللي فاتت. ليه دعوة؟ كويس؟ ماشي. في راجل جاي اللي هو الخبير اللي اسمه كلاتنبرج ده. الراجل ده حتى الان ما جاش مصر، قعد في اليونان. تمام. طيب اتفضل. بنتكلم على التطوير وان اتحاد الكره جايبه. ايوه. تطوير لامتى والفين؟ ابتدي امتى؟ والراجل ده اصلا مش متواجد. طيب بص يا كابتن، كابتن عصام عبد الفتاح دوره ايه؟ كابتن بص ما هي دي مشكله الاتحاد حتى مش عاوز يوضح. كابتن عارف عندنا مشكله كابتن ايه؟ كابتن علاء، احترام اتحاد الكره، انا مش انا كراجل مسؤول، انا مش عارف او انا مشاهد مش عارف الراجل ده جاي هيبقى مسؤول الحكام بشكل عام، هو اللي هيعين الحكام. طب هو معمول له عاده كابتن سنه. هل جلاتنبرج هيقدر يطور التحكيم في سنه؟ ده السؤال بس. طب قولوا لنا يا جماعه هو وظيفته ايه بالظبط؟ هل هو لتطوير التحكيم فقط؟ ولا هو هيبقى رئيس اللجنه وتطوير الحكام؟ هل هو هيعين الحكام ويطور، ولا هيجي تاني حد تاني يعين؟ ما دي مشكله يا كابتن ايمن. طب ودور الكابتن عصام هنا ايه؟ كابتن عصام قال انا مش عصام قال انا هستقيل. كابتن قال انا مش هشتغل. ما ينفعش انا راجل محاضر في الاتحاد الدولي وده مش محاضر. انا افضل منه وده خبرته قليله وده كذا وكذا، انا مش هشتغل معاه. هو قال كده صراحه، ولا في اكثر من في اكثر من مكان. ولكن السؤال، حتى في وجود جلاتنبرج، السؤال اتحاد الكره حتى الان مش عاوز يوضح من هو المسؤول. خلي بالك دي المهمه بقى، دي المهمه. انا هطور اداء حكامي بس ما عنديش قرار مين يلعب. انت معايا يا كابتن ايمن؟ طب مين اللي هياخد القرار ده؟ هل هيبقى في رئيس لجنه الحكام هو اللي هيقول؟ ما هي دي المشكله، مين اللي بيعين الحكام؟ هل هو جلاتنبرج اللي هيعين؟ لا لا لا، لحظه هل هو اللي هيطور ولا هيعين؟ لحظه كابتن، لحظه واحده كابتن، لحظه واحده معلش.
هو دلوقتي مين اللي بيعين الحكام؟ اللي بيعين الحكام مدير اللجنه مع الكابتن عصام. مين مدير اللجنه هي؟ الكابتن احمد ابو العلا. احمد مين؟ احمد ابو العلا. كابتن احمد ابو العلا بيعين الحكام. لا السؤال مهم بجد، وده وانا بطرحه من خلال قناه الاهلي، يا ريت اتحاد الكره يوضح لينا احنا كمشاهدين كجمهور مش كمحللين ولا قناه النادي الاهلي، يا ريت توضح لينا ما هو دور جلاتنبرج في الفتره اللي جايه؟ هل هو دوره تطوير فقط ولا تطوير وتعيين الحكام؟ خلي بالك عشان هتبقى مشكله، هيبقى في مشكله ما بين اللي جاي رئيس لجنه وبين هذا الرجل، اللي ان هو ممكن الشغل يتعارض مع الاثنين. ولكن في النهايه احنا بنتكلم فيها يا كابتن، بردك هرجع تاني واقول النادي الاهلي خد كل السبل، اخطاء تحكيميه موجوده اتكررت، البطوله طبعا هنا انا شايف ان التحكيم كان له دور فيها، دور كبير جدا خاصه في هذه المباراه، والهدف اللي تم الغاءه هدف يعني صحيح بخلاف الحالات التحكيميه اللي احنا شفناها كابتن ايمن. نتمنى طبعا ان يكون في حل للتحكيم في الفتره اللي جايه. اشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر، امتعتنا كالعاده، ولكن في النهايه يعني خسرنا نقط برضه اثرت على المنافسه. مش جديد يا كابتن ايمن، مش جديد، ده مش جديد ان انت خسرت. مش جديد، ما انت خسرت قبل كده. احنا قلنا احنا 12 نقطه والنهارده كمان 2 14، يعني لو انت فرقه احسن فرقه في العالم في الكوره عادل يعادل، يعني يمكن عادل اهوت وبلال احسن فرقه في العالم النهارده 14 نقطه ويروحوا كابتن. بس لما احيانا لما بتيجي بدري بيبقى في مجال للتعويض، انما لما بتيجي في وقت مفيش وقت للتعويض لا بتبقى صعبه، بتبقى صعبه. شكرا كابتن ناصر، شكرا، شرفتنا كابتن. شكرا كابتن شريف. طب نطلع الاول بريك وبعد كده نرجع مره ثانيه. ماشي، طيب نروح لفاصل نرجع لحضراتكم مره اخرى، انتظرونا.